بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. العزيز مودل سكول from Salt. Today is Monday. The date is the 6th of April 2020. Beautiful mind, 5th grade, unit 14, Stonehenge, passive worksheet. I'm teacher Riham Gamaz with you today. As you can see, this is your worksheet in front of you. Now let's start by rewrite the sentence in passive voice. الباسيف فويس المبني للمجهول. لنطبق معا. John collects money. John collects money. النقطة الأولى هي تحديد subject, verb, object. أحسنتم أعزائي. الآن يجب علينا أن نحدد نوع الفعل. هل الفعل ماض أم مضارع؟ collect هو فعل مضارع verb 1، إذن الزمن هو زمن المضارع. ثم علينا نقل الأوبجكت في بداية الجملة ليصبح subject، وهي كلمة money. money تعامل معاملة المفرد والزمن لدينا مضارع، إذن الإجابة هي is. والتصريف الثالث من الفعل collect هي collected. Good. 2. Anna opened the window. Anna opened the window. Subject, verb, object. Excellent. Opened. Open, opened, opened. Opened is simple past, verb 2. إنه الفعل الماضي. إذن الزمن الذي لدي هو الزمن الماضي. ننقل الأوبجكت في بداية الجملة ليصبح سبجكت جديد في جملة الباسيف. كلمة window شباك إنها مفرد، ولأن الزمن ماضي قلنا أن الماضي مع المفرد يعطينا الواز، والتصريف الثالث من opened هي نفسها opened. أحسنتم أعزائي. 3. The sheep ate a lot of grass. A lot of grass is the object. Ate is the verb. The sheep is subject. Now ate. Ate. What is the verb? What's the tense of ate? It is simple past. We say eat, ate, eaten. Ate. Simple past verb 2. إنه الفعل الماضي. ثم نضع الأوبجكت كما قلنا سابقا في بداية الجملة، جملة الباسيف، ليصبح السبجكت الجديد، الفاعل الجديد، a lot of grass. A lot of grass. مفرد وماضي، الإجابة هي was. والتصريف الثالث من ate هي eaten. The last one of exercise 1. We do not clean our rooms. First, do not clean is a verb. We is a subject and our rooms is the object. Now, what's the verb? أعزائي الطلبة، لاحظوا وجود do not أو don't. Clean. بالطبع clean تصريف أول، لكن دائما بعد أفعال الدو يأتي التصريف لدينا تصريف أول مجرد. أعزائي الطلبة، في حال وجود do not, don't أو doesn't، إذن الفعل الذي لدينا هو زمن المضارع المنفي. أما إذا كان لدينا didn't، انتبهوا didn't هي للفعل الماضي. أحسنتم، إذن نقول بأنه تصريف أول ومنفي، negative منفي. نضع الأوبجكت في بداية الجملة ليصبح السبجكت الجديد في جملة الباسيف. Our rooms. لاحظ أن our rooms، rooms تعتبر جمع. جمع ومضارع يساوي are. وبالطبع لوجود النفي يجب أن تصبح aren't. وبالطبع أعزائي الطلبة كما تعلمون clean تصبح clean لأنها التصريف الثالث للفعل past participle. ننتقل وإياكم إلى السؤال الثاني. Fill in the table.
This is the table that you have. I just make it bigger. فقط قمت بتكبيرها. حسنا. Let's see the sentences. Sentence. They got high marks. لكن ماذا يريد مني السؤال؟ السؤال يريد منك إذا كان هنالك subject في الجملة، إذا كان الفعل يبدأ أو الجملة عفوا تبدأ بفاعل، يجب أن نملأه هنا، ويجب أن نحدد التايب أي النوع. هل الجملة التي أمامي هي جملة active أم جملة passive؟ أعزائي الطلبة، كما قلنا سابقا، من شروط جملة الباسف أي أن أحدد الجملة أنها باسف، يجب أن أجد أفعال البي وهم was, were, is, were، ويجب وجود التصريف الثالث معهم الـ past participle. لنبدأ. They got high marks. بداية الجملة لا تحتوي لا على was, were, is, are كما ترون، ولا يوجد فيها التصريف الثالث أيضا. إذن الجملة التي لدي هي جملة active، والفاعل لدي هو they. إذن they وactive. 2. Pins were found. Pins were found. Where من أفعال البي، وfound هو التصريف الثالث. إذن اكتملت الشروط لدي، فالجملة هي جملة passive، وطبعا جملة الpassive نقول عنها أنه new subject. أحسنتم. عمر didn't have any problems. عمر didn't have any problems. هل يوجد where, are, is, was؟ لا يوجد شيء، وعمر هو السبجكت. إذا عمر is the subject and the type is active. The cars were damaged. The cars were damaged. Where verb to be damaged. Simple. عفواً past participle verb 3 التصريف الثالث. إذن الجملة passive no subject. Excellent. The bus was stopped in the station. The bus was stopped in the station. Was verb to be stopped past participle. So no subject. Good. And it's passive. They ate mansaf. They ate mansaf. Nothing. So they is the subject and the sentence is active. That's all for today, my dear friends. You have an announcement. لدينا إعلان. ما هو الإعلان؟ Yes. Your homework is on the activity page 69. Please do it by your own. And tomorrow I will answer it with you. Thanks for listening. Teacher Riham Al-Gammaz with you. نلتقي في قمة مدارس العزيز.